السلام عليكم، صباح الخير أو مساء الخير وقت ما أنت قاعد تسمع هذا الفيديو. اليوم أو أمس وضعت لكم في حساباتي على التواصل الاجتماعي بوت الهندسة الكهربائية. البوت هذا هو عبارة عن مساعد شخصي في مجال تخصصك في الهندسة الكهربائية أو في الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة، أي شيء له علاقة بالهندسة الكهربائية راح تلاقي هذا البوت يساعدك ويفيدك كثير. طبعا عشان تدخل على البوت، اول شيء روح على الرابط اللي موجود هنا. هذا الرابط ايضا راح اضعه لكم في تحت هذا في الوصف هذا الفيديو. كل اللي عليك انك تضغط على هذا الرابط، هو بعد ذلك راح يوجهك فين او كيف تنزل التطبيق. الان لما ضغطنا على الرابط، التطبيق انا حذفته من عندي عشان اوريك كيف تضيفه عندك. فتضغط على، هو التطبيق اسمه POE، موجود في متجر جوجل او في متجر ابل. اضغط على توك تو فهد او تو فهد، هو حيوجهك مباشره الى المتجر على حسب جوالك. كل المتاجر متوفر فيها هذا التطبيق. هذا هو التطبيق الخاص فينا. اضغط على التحميل، انا سبق وحملته، الان راح اعيده لك. ننتظر لين ينزل على الجوال. بالمناسبة هو أيضا تقدر تشوفه من الكمبيوتر، يعني ما هو باسم الجوال، تكتب اسم التطبيق حتلاقيه في الكمبيوتر. نفتح. الآن هو حيطلب منك إنك تسوي لك حساب، جدا بسيط، إنك تسجل بالإيميل أو برقم جوالك أو بجوجل أو بالأبل. أنا سبق وسجلت بإيميلي، راح أحط إيميلي. بعد ما تحط إيميلك اضغط جو، راح يطلب، راح يرسل لك كود على الايميل، روح راجعه وخذ الكود. انا راح اوقف الفيديو هنا حتى اشيك الايميل واركب الكود وارجع لك. طبعا الكود هذا يتغير كل مره. طيب الان بعد ما اضفنا الكود حنروح لوج ان، وحيدخلك على التطبيق مباشره. لكن فين البوت الكهربائي؟ البوت الكهربائي ترجع للرابط اللي دخلنا عليه أول مرة، تضغط هنا حيوجهك مباشرة للبوت الكهربائي. أول ما تفتح هو حيجيك ويعرف بنفسه، يقول لك مرحبا. هذا البوت لو طلعت من التطبيق راح يختفي، فالأفضل إنك تطلع فوق على الصورة عند اليوزر، ثم بعد ذلك تضغط فولو. شوف هنا فولو بالشكل هذا، أنت كذا ما راح تضيعه، ما راح يختفي من عندك. لو رحت هنا على الثلاث نقاط في اليسرى اعلى حتلاقيه مضاف عندك. هذا هو البوت، تضغط عليه مره ثانيه راح يدخلك للمكان اللي حتبدا فيه. طبعا انا سبق وتكلمت معه عشان كذا كنت اجربه واشوف هل هو فعلا يتفاعل، وجدا متفاعل ودائما يتكلم في حدود تخصص الهندسه الكهربائيه. نقدر نساله اي اسئله، نقدر نسأله مسائل يا شباب. مثلا خلينا نقول حمل كهربائي قدرته 1000 واط عند جهد 220 فولت ومعامل قدرة 1.8 مثلا، احسب التيار. خلينا نشوف، يعني حتى هو مهذب، شوف كيف يسلم عليك. هو راح يعطيك القوانين ثم يعوض ثم يعطيك، طبعا انت شيك وراه، لانه يعني هذا ذكاء اصطناعي وليس انسان، فممكن يخطئ، لكن غالبا اكثر من 90% هو صحيح. شوف غير كذا، بعد ما يعطيك الاجابه بالتفصيل هو يقترح عليك مواضيع. هل تبغى اوضح لك كيف نقدر نستخدم قانون اوم؟ هل ما معنى معامل القدره؟ بعضكم ممكن مو عارف معامل القدره، وراح يشرح بشكل معين. تقدر تستفيد منه حتى في حل الواجبات، إذا عندك سؤال تحب إنه تضيف عليه إجابة مميزة استخدم الشات جي بي تي، ما هو خطأ، لأنه هذا في الأخير مصدر من المصادر العلمية، ولا يعتد يعني غش ولا يعتد أي شيء، لأنه أنا من الناس اللي أنا أطالب الجامعة المدرسين في الجامعة إنهم يخلوا الطلاب يعتمدوا عليه في قدر معين. ما هم جر بس يكون الشيء المعلومة اللي طلعها يكون فاهمها، لأنه هو الهدف إنه في الأخير الطالب يفهم الشيء اللي قرأه. فإذا كتب لك شيء وهو فاهمه
انت كذا اديت الرساله اللي مطلوبه منك. مثلا خلينا نقول نفس السؤال بس ابغاه يشرحوا لي اكثر، ما هو اشرح كما لو انك تشرح لطفل عمره 10 سنوات. معلش احنا نبغى نفهم يعني مره، شوف هو قلب هنا يا ولدي العزيز. فهذا البوت انا حاولت اني اضيف عليه بعض البرمجه بحيث انه يخدمك في مجال تخصص الهندسه الكهربائيه والطاقه الشمسيه. بعضكم يسالني عن الدورات التي اقدمها، هي ايضا تقدر تساله ما هي الدورات التي يقدمها فهد رفاعي مثلا، اسأله عن اي شيء في الدورات راح يجاوبك. تقدر تسأله عن طريقة التسجيل، تقدر تسأله عن يعني اي شيء اي شيء، يعني لو تأخرت انا عليكم احيانا في الردود هذا هو راح يساعدكم ان شاء الله. طبعا اللي حاب يسأله كيف اسجل في الدورات، كيف اسجل في الدورات او في الكورسات، طبعا حتى لو في اخطاء املائيه هو يفهمها. شوف انا ما ادري ايش دخل الغش هنا. ننصح المدربين دائما بالالتزام بالمنهج الدراسي، اتمنى ان تلتزم بهذه النصيحه. انا ما ادري ايش اللي فهموا مني، انا ما قلت له يغششكم. كيف اسجل في دورات للمدرب فهد؟ طبعا يعني دوراتي موجودة على موقعي، تقدروا تدخلوا عليها وهي تقدم عبر يودمي، وحتى هو بيعطيكم الرابط. لكن هذا بشكل مختصر كيف تستفيد من، لو حسيت انه الكلام اللي هنا ما عجبك وقفه على طول. يعني هل ممكن، هل يوجد تخفيضات؟ كل شيء ممكن تجاوب عليه في التطبيق هذا. عموما هذا البوت هو مساعد شخصي لكنه متخصص في الهندسة الكهربائية. أنا أنصحك تنزله، هو مجانا، ما حت يعني يكون عليه أي يعني رسوم، حيكون عندك في جوالك 24 ساعة، ما في حدود للمحادثة معه، تقدر تسولف معاه في أشياء ثانية. ممكن أحيانا تقدر تسأله أسئلة ثانية، والله ما أدري، خلينا نقول مثلا ما هي عمل أو طريقة عمل السيارات؟ يعني خلينا نطلع شوي عن المجال الكهربائي، وهيجاوبك، هو هيجاوبك تقريبا حرفيا عن أي سؤال. لكن أحيانا لما تسأله خارج الهندسة الكهربائية يقول لك لا أنا حدودي في تخصص الهندسة الكهربائية. عموما هذا هو البوت اللي حبينا او نشرنا لكم، اتمنى انه يفيدكم. طبعا الرابط هذا اللي يضعه لكم دائما هو رابط الكورسات، ستجدون جميع الكورسات وعليها عرض محدد لمدة معينة، تقدر تشيك عليها بنفسك. شكرا لكم، راح اضع لكم رابط البوت تحت هذا الفيديو في الوصف، أو ادخل على أي حساب من حساباتي في التواصل الاجتماعي حتلاقي الرابط. شكرا لكم.